the window and slammed. And so I was just like, dear. لكن طبعا اللي كان مسؤول هو الاستاذ السرير مكي عبد المسيوطي. تقديرا لخدماتك الممتازه واعترافا بجميع اعمالك يشير الى انه ليس من كامل المياه في مكتبه كبيره. طبعا نعمل الجهاد بحسب القراءه من جانب ذلك تقدير الفتره الجمهور الرحيم الموافقه 1935 الموافقه 30 أمسنة الطاقر عمر حسنة البشير رئيس الجمهورية. ألم تساهل يا حبيب سريرة نشكر السودان كل من كان الشاكر عن مستوى الشديد ولكن سعيدة إن اليوم أنا بعد معاكم.